58 كيلو شغال معاكم ولا ماشيه ونجيب حاجه اعلى شويه؟ لا حلو طبعا. تسيفه بقى تانية معلش عشان انا ما سمعتش. واحد اثنين ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم وإنجازاتكم بكل خير. أهلا بيكم على نفسك لو صفحت لو نفسك تخس. أهلا بيكم على قناتكم وصفحتكم لو نفسك تخس وإنجازات القاهرة لو نفسك تخس وإيفنت القاهرة وأستاذ سيد عبد الصمد. أستاذ سيد وخسارة 58 كيلو دهون. ازيك يا استاذ سيد؟ ازيك يا استاذنا؟ قول بقى، اتكلم كده وعلي صوتك بقى. انا كنت 138 كيلو. ما شاء الله. ماشي دلوقتي 80 كيلو. ما شاء الله، انت منين يا استاذ سيد؟ البدرشيه. اجدع ناس. كنت شايف حاجات كبيره قوي قدامي وورايا عارف عندك بروز واطوال. كله. ما شاء الله. وعرضات وكل حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. انا صاحب سوبر ماركت يعني شوف كل أنا حاجه. انا عايزك بقى ارفع صوتك بقى يا عم سيد. كل حاجه قدامك. كل ما تنشان انفس. هو كان صاحب سوبر ماركت. لغايه دلوقتي برضه. يعني قدامه لغايه دلوقتي يعني. ربنا يوسع عليه ويبقوا اثنين وثلاثه يعني. وبالتالي اصحاب السوبر ماركتات يا جماعه عندهم مشكله كبيره جدا ان قدامهم كل حاجه. يعني مش هنعرف نبطل اي حاجه. بالظبط كده. شوكولاتات وحلويات انت مش عارف. شوف انت بتبيع الحاجات اللي انت بطلها. يعني دي وفين يعني انت الحاجات دي انجازات. شوف يعني تبقى قدامك الحاجات دي تبطل ازاي؟ هي رضا من عند الله ونعم بالله. ولو صفحت لو نفسك تخس دي حاجه عظيمه والتشجيعات الفيديوهيه وكل حاجه. وصلت 136. ايه اللي خلاك 138؟ ايه اللي خلاك تبدا بقى؟ الزهق. زهقت من كتر الاكل. زهقت من نفسي. وزهقت من نفسك. حلوه دي. لما ابص لنفسي جديد وابص لنفسي مره واحده طب انا مخلي نفسي كده ليه؟ وانا قدامي الفرصه لسن 32 سنه 33 والله لما اوصل ل 40 اروح فين؟ ان شاء الله. اروح فين لما اوصل ل 40 سنه؟ اروح فين؟ دخلت في ال 200 بالظبط. فقلت الحق نفسي. لازم تعرفوا حاجه يا جماعه بس ان الوزن ده ممكن تفضل قاعد سنين على وزن 100 كيلو. بعد شويه ال 100 دي هتبقى 110 بس على طول في وقت قليل هيبقوا 120 في وقت اقل 140 في وقت اقل قوي هتلاقي نفسك معدي ال 200. يعني ما تسيبوش نفسكم كده وتقولوا اصل انا وزني ثابت. ها يا هندسه بعد لازم اقطع كلامك. كل حاجه قدامنا لب قدام يعني الحاجات اللي انت شوف اللي انت بتقول عليها بطلع كل حاجه ما تتخيلهاش يعني طور ببلاش بس هي عزيمه من عند ربنا. اللي انت تبطل الحاجات دي ازاي مش عارف. عرفت بقى لو نفسك تخس منين؟ والله واحد صاحبي فاتح. انا كده كده عندي ايميل ولا عندي حاجه انا بتابعه على اليوتيوب. صفحتك على اليوتيوب معايا قناتنا. ماشي. فبالصدفه كده بقول له بتوريني فيديو ولا اتنين كده ففتح فيديو فلقيت الفيديو بتاع حضرتك بتاع التثبيتات. شغال. فحتى لو لاحظ دلوقتي اوري لك هو لغايه الان ولا معايا التليفون متثبت ما شاء الله. بقول طب دي ازاي؟ طب جت ازاي دي؟ لا دي علامه مارد يعني اللي هو سبحان الله. انت كمان اول ما فتحت فيديو التثبيت. علي صوتك. علي صوت شويه يعني؟ ايوه يا عم. ماشي. يعني بفتح الصفحه لقيت اللي هي بتاعت التثبيت دي نازله. قلت طب ازاي انا اثبت ولا لسه؟ اللي عايز يسمع يقرب كده يا جماعه. اللي عايز يسمع يقرب هنا على البتاع. اثبت ازاي؟ ده طب انا اشوف بقى جبت ورحت منزل قناتك لو نفسك تخس من على اليوتيوب وتابعتك من ساعتها. لقيت بقى تشجيعات. لخبطت في الاول كتير. انا عامل المشروع ده من 5/1/2019. رحله التغيير. رحله التغيير من 5/1/2019. فقعدت لخبطت يجي شهر او شهر ونص كل وعندي بقى والدتي لا كل يا ابني انت هتموت انت سايب نفسك كده ليه؟ اقول لهم يا جدعان سيبوني انا مرتاح يعني كده. يعني انت ال 58 كيلو خسيتهم في وقت قد ايه؟ بالظبط 10 اشهر كده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هو كده ال 10. ما شاء الله لا قوة الا بالله. تسيفه بقى يا جماعه. 58 كيلو في 10 اشهر ينفع ولا نسقف؟ نسقف ولا ايه؟ ولسه مكمل يعني. ولسه مكمل كمان شويه ان شاء الله. لسه ان شاء الله يعني لما القى نفسي باذن الله. وحضرتك دخلت الصفحه لقيت كل يوم تنزل فيديو الصبح الساعه 7:15 طبعا كده كده الساعه 7:15 اتفرج عليه وانا ببيع للمدارس وكده فالناس حتى تتشغل انت بتسمع ايه؟ حاطط السماعات في ودني انت بتسمع ايه؟ اقول لهم سيبوني بس لما اخلص وبعد كده بقول لكم انا بسمع ايه؟ وبتاع الفيديو بتاع بالليل
بتاع الساعة 5. حضرتك لما كنت تفتح تليفونك والناس تكلمك، أنا كنت بقفل الفيديو، كنت بقفل ما تفتحوش. ليه؟ كنت نفسي أكلمك، لأن بيجي في وقت إيه؟ النوم اللي أنا مثلا بنام فيه الساعتين، يعني بقفل يعني بقعد الساعة 2 وأقوم الساعة 5، الساعتين بتوع الظهر دول يعني برتاح فيهم. لما أجي أفتح بالليل بقول لك أنت بتسجل مكالمات على التليفون، أروح أقفل الفيديو ما أفتحوش، لأنه ببقى نفسي أكلمك. أقول لك على الإنجاز، أقول لك أديك أنا جيت أهو أشجع، بقيت واحد من فيديوهات اليوتيوب اللي طبعا هتفضل معاك ولا تفضل تتفرج عليها ولا تفضل يعني تفتخر بنفسك فيها ان شاء الله باذن الله. بس نصيحه العمل كله، نصيحه، اوعى الغرور يخليك ان انت ترجع تاني خطوه لورا. لا عمري، انت عارف ثلاجه المحل اللي عندي مخليها عباره عن خضروات، كل اللي يجي يفتح اقول له لا دي مالكش دعوه بيها، دي بتاعتي انا. ان شاء الله ما فكركش بحد ده. بس احنا عندنا واحد برضو خس معانا عنده محل كباب وكفته، فبيبقى حاطط جبنه قريش وخضار في البتاع، فالناس ايه يا عم ده انت كباب وكفته ايه اللي جاي؟ والله والله الناس بتفتح الثلاجه وتبقى تاكل، عايزه تاكل من الاكل يا جدعان دي بتاعي انا. اقول لك لا انا اكل منه، انتوا الاكل بتاعك ده هات لهم يا عم وخلاص، انتوا الاكل بتاعك. يجي على الجبنه القريش بالذات والله طعمها حلو، طب ما انت عارفين ان طعمها حلو سايبينها ليه؟ يجي دي مشكله بقى، يعني انت برضو بتبقى رايح الشغل الصبح كل واخد الاكل العادي بقى، سندوتشات الفول والطعميه وبتاع، وانت واخد الاكل بتاعك تلاقيهم ملمومين حواليك، واحد سحب رغيف العيش السن وقاعد عمال ياكل يقول لك طعمه مسكر يا ريس، انت لسه واكل الفول وطعميه دلوقتي، اصل طعمه حلو قوي، انت جايبه منين ده؟ ممكن تجيب لي معاك اللي هو يعني خلاص يعني الحاجه بتحلو، لكن طب احنا يا جماعه احنا عايزين نخس. طيب كم يقول لك اديني حته ونبقى اكل حته معاك. قال لي صاحبي بيجي يقعد معايا بالليل مثلا في وقت العشاء لما يكون في سناكس بتاع عشاء فاكهه ولا حاجه، والنبي اديني حته، طب ده اكلي انا، الثلاجات عندك وكل. لا انا نفسي اكل من ده ان شاء الله. طبعا ستايل سمرات فاكهه باخدهم وبحطهم عليهم 200 جرام لبن او 150 جرام لبن، طبعا باكلهم بالمعلقه. يجي هم يقول لا انا نفسي اكل من انت الطبق اللي انت بتاكل منه. طب يا عم ماشي، طب خد الثلاجه عندك بره، خد اللي انت عايزه منها. يقول لك لا نفسي اكل معاك، اقول له خد الاكل وروح سايبهم وروح طالع انا بره. يعني حياه بس حلوين، يعني فكرة حلوين بس بقى اللي بيحطهم كتير. يعني يجي واحد يقول لك انت عديمت ليه كده؟ انا ما عرفتكش. بس في زمان يعني هم الناس للاسف في فكر كده قديم بيتعاملوا مع واحد ان كل ما وزنه زاد يبقى صحته جامده، وكل ما خس يقول لك لا ده تعبان ده مريض يا عم. ده المبدا للاسف، لكن المرض من عدم المرض ده بيقاس بشويه حاجات. اولا التحاليل، تحاليلك عامله ازاي؟ هات لي اي واحد وزنه زياده وتفرج عنده ممكن يبقى عنده انيميا، رغم ان يعني بياكل بياكل كتير، وزنه تقيل، عنده انيميا ونقص فيتامينات قد كده ومش قادر يشيل رجله. وهات واحد رفيع كده ماشي بنظام غذائي صحي وهتلاقي عنده كل مؤشرات التحاليل ما شاء الله كويسه جدا وحلوه جدا. فللاسف ده فكر قديم اللي هو بقى ايه، يعني حتى الستات، انا راجل من الفلاحين برضو، ويعني الستات كان الست لما تروح بيت جوزها وتخس يبقى عيب على جوزها، ايه ده هو عمل فيك كده ليه؟ تمام. لكن لو راحت ووزنها زاد بقى كده وبقت كده يبقى كده هو كده هي مبسوطه. يعني في للاسف ده الفكر السيء اللي احنا لازم نغيره. انت بقى في ناس حطمتك كتير كتير، لكن كملت ما سبت. شوف بقى تسمع من هنا واطلع من عادي، اتكلم براحتك. بعد بقى ما اتغيرت في ناس بقى حلوه هتيجي تسالك انت عملت ايه وتشجع بقى. خد الصفحه التطبيقيه اهوت ونزل الاستاذ مصطفى علي، لو نفسك تخس تنزل لك الصفحه والبرنامج وكل حاجه وامشي عليه. يقول لي بقى يجي بقى يسالني، طب انت انا مش همشي ازاي على الاكل ده؟ طب انا في شغلي. اقول له رتب اكلك. يعني في مثلا احنا في ارياف بيطلع حدادين ونجارين بيجوا لي ايه؟ طب انا دلوقتي شغال حداد اعمل ايه؟ انا بفطر الصبح طعميه عشان اقدر اطلع اشتغل. اقول له طب ماشي خد الجبنه القريش. يقول لي طب الظهر اكل ايه؟ بالنسبه لشغلهم. اقول له يعني حاول تنسق اكلك وتيجي الساعه 5 تاكل البيت. مش لازم تاكل العشاء، مش لازم تاكل بعد العشاء. بالظبط. مش كل الساعه 5. حتى الناس يا جماعه اللي بتشتغل اشغال شاقه، يعني ناس شغالين في المعمار، شغالين في الحاجات اللي هي بتشتغل بايديهم جامد جدا، هو بس لو بص للاكل اللي هو بياكله ده، يعني ممكن ياكل شويه الفول بنص رغيف العيش او برغيف العيش يا سيدي، بس في جنبه بتنجان وبطاطس وحاجات كده اللي هي ايه يعني، وشويه مخلل ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده كله ممكن يكون هو ده سبب الكارثه اللي هو فيه.
ففي حاجات بعض الحاجات اللي انت لو شلتها من حياتك يا سيدي، انت لو مش عايز تعمل ريجيم خالص هات كده الحاجات اللي انت بتاخدها كل يوم واكتبها في ورقه وشيل منها الحاجات اللي ملهاش لازمه. يعني مثلا كل يوم انا الصبح كنت افطر، تمام، افطر اي حاجه، لكن مع الفطار بعد الفطار ايه اروح واخد واحده بيبسي واروح واكل شويه بيك رولز وشيبسي ومش عارف اخد بعد شويه تلاقيني ماشي بنقنق واحد مديني شوكولاتايه اروح واخدها منه بسكوتايه مش عارف ايه الكلام ده كله. لو انت شلت الحاجات دي كده بس من حياتك، شلت المقليات من حياتك، ابتديت تشرب ميه، كتير مننا اصلا كان ما كانش بيشرب ميه، شويه حاجات صغيره كده لو غيرتها هتلاقي حياتك بتتغير. لكن للاسف الشديد ناس بتبص على السناكس دي على اساس ان هي حاجات ما بتحسبش. صح يا عم الحاج؟ اي صح. انا عندي مطعم فول وطعميه بتاع والدي، والدي يجوا ايه اقول له مثلا ما تاكلوش ده، انت كامل من مجاميعه يعني تطلع من هنا تخش هنا على طول مطحنه، لازم بقى تبوظ لازم يعني. هتاكل هتاكل. يقول لي يا عم طب انت ازاي بتقول ما تاكلش دي وانت بتعمل الحاجه دي؟ قلت طب اكل عيش يعمل ايه يعني. فهي القصه كلها ان الناس ما تحبش تغير من نفسها. طب انت ما خفتش مثلا على السوبر ماركت ان لو انتشر الفكر بتاع التغذيه تمام تلاقي ان البيع بتاعك قل؟ والله ما فيش حاجه قل. هو الفكره اللي انا كل ما اقول لواحد مثلا دي مثلا غلط يقول لي يا عم سيبني انا ماشي كده. يعني مثلا الشوكولاتات دي ما تاكلش منها كتير بتزود الوزن او كده او كده، يقول لي يا عم انا وعي ابي وزني ايه؟ شوف انت نفسك. احنا مره عملنا حسبه كده يعني كمتوسط يعني بالنسبه للناس اللي تبعتنا وخست متوسطات، يعني احنا وفرنا كميه فلوس على اسر كانت بتروح كتير جدا كانت بتروح، يعني وفرنا عليه الاكل الزياده اللي كان بياكله، وفرنا عليه اجره العلاج واجره الدكتور اللي ممكن يروح له عشان يتعالج من المرض اللي ممكن يجيله من السمنه. ايوه وفرنا عليه ان هو يعني هيتعالج ويخش مستشفى والوقت اللي هيضيعه والفلوس اللي هتتخصم منه من المرتب. فانت هتلاقي نفسك ان انت بمجرد شويه تغيير وفرت على نفسك حاجات كتير جدا. اه طبعا ده عارف يا باشمهندس، تيجي تخش مثلا عندي مثلا في الفطار مراتي مثلا جسمك كتير اقول لها خسي كلي معايا هترتاح هترتاح، تقول لي يا عم انت اكلك ايه ابعد بعيد عني باكلك ده. سمحت لها كده تقول لك ابعد بعيد عني باكلك ده ولا ده انت مش عاجبك الاكل انت عارف بقى ده النفوس يا جماعه دلوقتي بقى تقول لنا بدينا اقول لها لا مش ابعد عني ابعد انت بقى عني شوف انت اكلك بعيد عني ليه الاكل لما ضايقته ولقيته حلو عامل بصنعه و... لطافة. اصل انا كده كده الفطار باساسي لازم انا اعمله، بحب اصنف الفطار يعني اجيب خيارتين اجيب ربع كيلو جبنه قريش ان كان في جبنه قريش في الفطار جنبيه الجرجير الحاجات دي كله الحاجات دي كلها طبعا جنبيه بالنسبه للسوق كل حاجه جنبيه بجيب الصبح فاللي بقى اشتري منهم بقى الحاجه دي يقول لي انت نفسي اعرف بتاخد طماطميه ليه؟ طماطميتين ليه؟ اقول له هو ده اللي نازل النهارده اخد طماطميتين. مبدا بقى ان انت تروح تشتري الحاجه بالواحده يعني ده مبدا كويس. يعني انا الصبح انت تقدر تعدي على اي حد اللي يقول لك لا مش هدي لك شوف غيره اجبرهم على ده ان انا لما اجي ادخل انا عايز موزه انا عايز تفاحه انا عايز اتنين مثلا خيارتين طماطميتين اجبرهم على ده اجبر البياع على ده. لما تاخد الحاجه اللي انت هتاخدها وتستخدمها بس تمام انت نفسك مش هتلخبط مش هتقدر تاكل كتير. ما ينفعش ان انت مثلا تبقى رايح بقى اروح واخد مثلا ايه 3 4 رغيف عيش سن اصل انا مكسوف اقول للراجل اديني رغيف هات يا عم ماشي هات ربع كيلو وشيلهم في الفريزر وخد واحد واحد وانت نازل مثلا من البيت. لكن الفكره كلها ان انت لازم تغير من فكرك وهو ده الراجل ده حصل له ان هو قدامه كل المغريات سوبر ماركت ومحل فول وطعميه وكل حاجه ورغم عن كده اتغير والسيدات برضو اللي قاعدين في البيت في المطبخ والكلام ده كله قدامهم مغريات. امتى تتغير؟ لو غيرت ده اهم حاجه لو غيرت ده هتعرف تفكر هتعرف تفكر ازاي تتعامل يعني. وطبعا الهندسه مش الفكر بس كل حاجه والرياضه والمشي يعني هو ده من تغيير الفكر بيأثر على كل ده كل حاجه. يعني شوف حضرتك انا بقى يعني بقعد الساعه 2 بالليل ويعني الساعتين اللي باخدهم يعني اللي تعبني اليومين دول قله النوم بنام ساعتين بالليل وساعتين الظهر دي طبعا دي اللي بعاني منها معاناه جامده بس انا مش هو ده اللي انا بقدر اعمله. طيب تيجي بقى نلخص كده الكلام اللي قاله ده في شويه نقط عشان الناس تستفيد برضو. اول حاجه يا جماعه تغيير الفكر
تمام؟ ما ينفعش ان انت تمشي على نظام غذائي كده وانت قاعد سايب ايديك وماشي وخلاص. اول ما هتخلصه مش هتعرف تعمل حاجة. لازم تتعلم، لازم تفهم جسمك كويس، لازم تحس بيه. المية مهمة، المية مهمة، المية الايام جاية وانت بتقلل من شرب المية في الشتاء. المية في الشتاء قللت من المية مش هشوف خسسان، جسمك هيحبس مية وهتلاقي تطلع الميزان تلاقي فيه زيادة كمان وزن. تمام كده؟ ان انت محدش يحبطك، محدش يضايقك. اللي يحبطك دخل كلامه من هنا طلعه من هنا. اللي يقول لك انت مالك معدوم ليه كده مش عارف ايه، سيبك منه. تمام؟ مش هينفعك لما وزنك يزيد وتخش المستشفى وانت تعبان. لما تتعب بالظبط كده، مش هيقول لك هات شويه وجع، محدش هينفعك. الرياضه مهمه جدا، الرياضه مهمه جدا. الرياضه بقى في البيت، بصوا يا جماعه، اسهل رياضه ممكن تعملها اقف قدام المرايه واقعد اعمل كده. عارفين المشي المعتادة؟ المشي المعتادة بتاعت الجيش دي بالظبط. افضل اعمل كده. ليه؟ بتحرك ايديك وفي رجليك ورجليك، وكمان العضلة دي نفسها كده بتأثر على البطن السفلية، فهتأثر معاك بشكل كبير، هتشد جسمك. فاللي انت لازم تعمله ان انت ممكن بابسط الاشياء، اولا هل حد فيكم شايف النظام مكلف؟ الناس اللي ماشيه على نظام لو نفسك تخس، هل هو مكلف مثلا؟ اقول لك على حاجه هندسه، ولو فضل. مكلف انت بتصرف اكتر من كده. لما تيجي تحسب اللي انت بتشتري مثلا شوكولاتايه الشيبسي بالظبط، اه ماشي، ويعني انت في كل وجبه مثلا بتاخد لك الشيبسي بتهايه. ما تيجي تحسب الحاجات دي وتحسب الاكل اللي انت بتعمله النظام الصحي، انت لو فطرت 2 توست بون او رغيف عيش سن، رغيف عيش سن هيقف معاك بكام؟ بجنيه. تمام كده؟ خليه بجنيه. بجنيه؟ ماشي. ماشي، وربع جبنه او تمن جبنه ملح خفيف. ماشي. بكام؟ 5 جنيه؟ ب 5 جنيه. ادي 6 جنيه. خيارتين، قول كيلو الخيار ب 8 جنيه، خيارتين مثلا ربع كيلو، ادي 2 جنيه. قول يا هندسه كله 10 جنيه. هتلاقي نفسك ب 10 جنيه شبرقت نفسك، روح هات كده شوكولاته كادبري دي هتلاقيها ب 12 13 جنيه لوحدها. هنقول اقل حاجه الشيبسي مثلا ب 5 جنيه. بالظبط. و 2 باتيه دخلت في 15 20 جنيه وانت قايم جعان، يعني انت ما كملتش جوع. ليه؟ لان الحاجات دي جواها كلها الحاجات اللي بترفع السكر في الدم بسرعه، بسرعه جدا، فبتجوعك بسرعه. ازيك يا نوران؟ اخبار؟ بتجوعك بسرعه. تمام كده؟ فلما تجوعك بسرعه انت هتجري تاني عشان تاكل تاني، لان الناس دي اللي بتصنع الاكل ده في المعامل هو كل دورهم ان هو يخلي له طعمه حلو، عايز تاكل اكتر، مش هتشبع منه، وتفضل تاكل 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 منه لغايه ما تدفع كل الفلوس اللي معاك، وبعد ما تخلص تتخن يجي يبيع لك العلاج اللي يخليك ان انت تتعالج بقى من المشاكل الضغط والسكر والقلب والشرايين، كل حاجه كل حاجه بتسافر. بشكر استاذ محمد سيد عبد الصمد، استاذ سيد محمد تاني، محمد ابو بكر. بشكر استاذ سيد وبتمنى لكم حياه سعيده. نعملها تاني، ها نعملها تاني مع التسقيفه. نشكر استاذ سيد. انتوا ايه ده؟ بتضحكوا عليا يعني؟ ابتدى في المونتاج. نشكر استاذ سيد تاني مره. لا التسقيفه ما عجبتنيش. ها نسقف تاني؟ نشكر استاذ سيد وتحياتي ليكم. شكرا للناس اللي سقفت اكتر من مره، واستودعكم الله الذي لا تضيع ضياعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. ثواني بقى كده، معلش يا حبيبي، قلت لك العب بعيد والله. كلمتك والله العظيم، انت بتهز الكاميرا، انت جاي تسند على الكاميرا؟ يعني انت ساب الدنيا كلها وجاي تسند عليها؟ انا مش هقطع بقى، سيبها الكاميرا. خدوا النبي يا ميدو، بص بص ميدو، المحفظه بتاعتي فيها فلوس، خليه ياخد يجيب حاجه حلوه من بره. في طرق كتيرة جدا للحصول على أنظمة لو نفسك تخس. أسهلها أن أنت تدخل على جوجل وتكتب لو نفسك تخس، بس هيطلع لك كل حاجة خاصة بلو نفسك تخس، سواء قناتنا على اليوتيوب، صفحتنا على الفيسبوك، زي ما انتم شايفين دي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس، الصفحة الرئيسية. وكمان لو دخلت على قناتنا على اليوتيوب هتلاقي قناة كبيرة جدا اسمها لو نفسك تخس. وكمان تقدر تحمل تطبيق لو نفسك تخس على موبايلك الاندرويد بكل سهولة، وبينزل عليه الأنظمة كل يوم. وكمان عندنا موقعنا الرسمي لو نفسك تخس.